دلوقتي عايزين نحول شكل ثنائي الأبعاد لثلاثي الأبعاد. فأول حاجة أعملها أقول له ارسم لي سكتش على أساس إن أنا أرسم أي حاجة ثنائية الأبعاد. هختار الشكل دوت وأقول له ارسم لي هنا أهو. بعد ما رسمته أقول له كلوز الشكل دوت. احوله اقول له بعد. خلاص مجرد ان قلت له بعد هبدأ اختار بقى اللينس بتاعي، وليكن مثلا 300. اقول له اوكي وابدأ اشوف الثري دي بالشكل دوت. اقدر من هنا ان انا اختار مثلا الاسطح ديت واقول له انا عايز اعمل لها فيلت. يعني ايه فيلت؟ يعني اديها لي بشطفه او اديها لي بميل شويه بالشكل دوت. بيقول لي عايز قد ايه، هقول له مثلا خليها لي 5 بالشكل دوت. تمام 55. طيب خلينا نروح الناحيه التانية ونعملها بشكل اخر، يكون مثلا دوت وده وده. الناحية دي بدل فلت بقى هقول له شنفر. تمام بحس يديني قطع فيها، هقول له ده مثلا 55 تطلع لي حاجة بالشكل دوت. تمام فأقدر أعدل زي ما أنا عايز في الشكل بالأوامر، لأن أنا خلاص اتحول من 2D ل 3D.